مستمرون معكم اعزائي المشاهدين وزملكاوي بعد الاستوديو التحليلي طبعا، وبنكمل تحليلنا لمباراه في غايه في الاهميه. كانت الحقيقه بالنسبه لنا مباراه في منتهى الاهميه، ومليون مبروك لنادي الزمالك، مليون مبروك لجماهيره، مليون مبروك لمجلس ادارته، مليون مبروك للعيبه والجهاز الفني. الحمد لله عدى اليوم بدون مفاجات، لان احنا بنخاف، انا شخصيا بخاف من الماتشات اللي تبقى في فوارق كبيره جدا ما بين الزمالك والفرقه اللي بتلعب، برغم طبعا ان احنا تقدمنا بهدف، لكن للاسف طبعا تعادلنا بهدف يعني بالناران صديقه. ولكن الحمد لله في الاخر في الدقيقه 90 احمد سيد زيزو احرز الهدف، الاهداف المباراه، الهدف الاول في الدقيقه 39 عن طريق عمر السعيد من عرضيه لبن شرقي، قطع القريب. هتجيبوها لنا يا جماعه ولا الاهداف جاهزه؟ برحب بضيوفي مره تانية، نجم مصر ونادي الزمالك كابتن احمد الحليم، منورنا كابتن احمد. ايضا حاول الكره المصريه كابتن حماده عبد اللطيف، منورنا كابتن حماده. كابتن طارق ازيك؟ وشنا كلنا احمر الاخر خمس دقايق دول. ايضا تجاره الكره المصريه كابتن اسماعيل يوسف. ربنا يخليك يا طارق، مبروك. الله يبارك فيك كابتن احمد. احنا كنا يعني بنتكلم ان في فوارق كبيره، ويمكن حماده اشار الاول والاخير، انا ما بعترفش بالكلام ده، وده اللي حصل، اللي كان ممكن الماتش يهرب، لكن الحمد لله قدر نادي الزمالك ان هو يرجع في الثواني الاخيره او في الوقت الضايع واحرز هدف ثاني. شفت المباراه ازاي وكيف استطاع نادي الزمالك ان هو يعني هل نجح نادي الزمالك بمعنى اصح ان هو يكسر حاجز الفرقه 10 لعيبه على منطقه جزاء ايسترن كومباني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا الاول ببارك للمنظومه الكرويه كلها بتاعت نادي الزمالك، مجلس ادارته برئاسه المستشار مرتضى منصور، ونقول له كل سنه وانت طيب يا ريس، والمجلس الاداره، جمهور نادي الزمالك العظيم اللي كان بيشجع، اللي شفناه في المدرجات طبعا وغير اللي في المدرجات طبعا، اللي كانوا ورا فرقتهم لغايه لما تحقق النتيجه، اللعيبه والجهاز الفني انا ببارك لهم النهارده، لان المباراه زي ما احنا قلنا هي صح كانت بين الاول والاخير، ولكن مباراه في منتهى الصعوبه. يمكن انت بدايه الاستوديو احنا قلنا المباراه صعبه جدا، وده اللي حصل. كونك ان انت تحقق الثلاث نقط في هذا التوقيت ده شيء ايجابي بشكل غير طبيعي، لان هي المهم ان انت تحقق الثلاث نقط اللي بانت في دفاع الزمالك وده ما كانش موجود قبل كده. هل ده احساس اللعيبه؟ طبعا تقدير واحترام للمنافس، احساس اللعيبه المنافس مش جامد ومش قوي والاخير في الدوري، ده بيدي احساس اللعيبه ان هو يتراخى شويه، عدم التركيز، زي ما قال حماده الكوره الطوليه من بعيد قوي عدت المسلوسي وبعدين الونش دخل حط، يعني هل انت شايف الكلام ده صح؟ عدم طارق في بعض فترات المباراه، نادي الزمالك كان بادئ المباراه مركز الى ان احرزنا الهدف، عمر السيد احرز الهدف، وقوه نادي الزمالك كانت في العرضيات والتحرك الخارجي بالنسبه لزيزو، اشرف بن شرقي، فتوح، امام، المسلوسي، قدرنا ان احنا نجيب هدف. احنا المباراه النهارده 27 عرضيه عملها نادي الزمالك، 27 عرضيه ما استغلناش الاستغلال الامثل غير في واحده، الا واحده بس، والثانيه جت في القايم عن طريق الجزيره اعتقد. فقدنا التركيز من بدايه الشوط الثاني. ايه السبب لغايه الدقيقه 5؟ حسيت ان انت جبت هدف، ان المباراه سهله، طريقه لعب ايسترن كامباني كانت بتعتمد على لونج بول بالنسبه للاوفا، فالامور كانت ايه يعني واخده ان هي سهل ان احنا نعمل التغطيات في ديت، الى ان احرزوا الهدف الخطا، ابتدى نادي الزمالك بقى يركز، ابتدى يبقى فيه شغل على الجناب، اللعب بقى اسرع، التحرك بدون كوره اسرع. الهدف الثاني بص زيزو ووراه مين؟ وراه شيكابالا كابتن احمد. صحيح، يعني شيكابالا كان بيلعب ناحيه الشمال وادى زيزو ناحيه اليمين، تحركات زيزو يمين وشمال طبعا. لا ما هو ده شيء ما احنا تعودنا عليه من جمهور نادي الزمالك. طب استاذنك كابتن احمد معلش، عشان معانا الكابتن اسامه نبيه المدرب العام لنادي الزمالك مع زميلنا محمد ساهر ملعب مباراه. محمد ساهر اهلا بيك، وطبعا بلغ اسامه تحيات النجوم في الاستوديو كابتن احمد وكابتن اسماعيل وكابتن حماده، وتحياتي والف مليون مبروك، ومعك الميكروفون. اهلا بيك من جديد كابتن طارق، والف مبروك لكل الزملكاويه، عيد سعيد طبعا على كل الزملكاويه. معايا الان طبعا كابتن اسامه نبيه، كابتن طارق بيحييك كابتن، بقول لك الف مبروك، وتحيات طبعا نجوم التحليل كابتن احمد عبد الحليم، كابتن اسماعيل يوسف، كابتن حماد عبد اللطيف.
تحياتي ليهم وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين كابتن طارق، كل سنه وانتم طيب، وكابتن احمد وكابتن اسماعيل وكابتن حماده. احلى عيديه النهارده. عيد سعيد عليكم جميعا، وعيد سعيد على كل الزملكاويه، وعيد سعيد على كل الامه العربيه والاسلاميه والمصريه. الحقيقه يوم من الايام الصعبه، انت عارف شهر رمضان كله بيبقى مباريات فيها صعوبه نظرا لكميه الاستنزاف البدني اللي بتحصل اثناء الشهر. صحيح شهر كريم وشهر فضيل بالنسبه لنا، كلنا بنحبه وكلنا بنعشقه، لكن كون ان انت تلعب اثناء شهر رمضان وتقدر تحقق العلامه الكامله اثناء شهر رمضان ده بشكل كويس جدا وبشكل مميز. الحمد لله ان احنا ختمنا النهارده الشهر بالمباراه بتاعت ايسترن كامباني، وقدرنا ان احنا نحصل على نتيجه المباراه وثلاث نقط. فالحقيقه بنحيي اللعيبه خلال المرحله اللي فاتت، وعندنا شوط كبير تاني النهارده، كانت نهايه الدور الاول، عندنا شوط كبير تاني هنقابله بدايه من يوم 10/5 ان شاء الله ضد ام بي باذن الله. يعني بنشتغل وبنتعب، معنا جهاز فني على اعلى مستوى، معنا مجموعه لعيبه بتقاتل لحد اخر لحظه، وده اللي احنا شايفينه سواء في المباراه دي او حتى مباراه المصري او حتى كل المباريات اللي فاتت، مباراه فيوتشر على سبيل المثال من فتره كبيره جدا. فاحنا خلاص مسكنا خط الانتصار ان شاء الله، باذن الله ما عندناش حل ولا سبيل ان احنا نتراجع عنه. باذن الله بنحاول ناكد صدارتنا الجدول الدوري بشكل مميز، وان شاء الله ننافس بقوه والحصول على اللقب للمره الثانيه ان شاء الله. اسامه، النهارده طريقه اللعب اتغيرت شويه ل 4-2-3-1، بقت في ناس هجوميه اكتر اللي انت بتحبها دايما ودايما بنتكلم مع بعض فيها. الزمالك هل الفتره الجايه ممكن نشوف طريقه لعبه دي من البدايه مش 4-3-3؟ كل المباريات ليها ظروفها. انا شايف مستر فيريرا عنده استراتيجيه مميزه بيشتغل بيها، بينوع في طرق اللعب اللي هو بيشتغل بيها سواء في بدايات المباريات او حتى اثناء المباراه. يمكن النهارده الطريقه اتغيرت اكتر من مره، وحتى في المباريات اللي فاتت الطريقه اتغيرت اكتر من مره، وده حاجه كويسه جدا. عندنا مجموعه عناصر تقدر تحل لك مشاكل كتير اثناء اللعب، هو ده اللي احنا شغالين عليه، هو ده اللي احنا مركزين فيه الفتره دي. ان شاء الله باذن الله من انتصار لانتصار نحاول نسعد جماهير نادي الزمالك باذن الله. المركز الدفاعي والدفاع في المنطقه لايستر كامباني النهارده اثر على اداء الزمالك؟ بدايه طبعا الفرقه جت منظمه بشكل كويس جدا اثناء ال 45 دقيقه الاولى، قدرنا ان احنا نخترق عن طريق جنب من الجناب، وهو ده كان الحلول اللي احنا كنا ممكن نوجدها، لان الفرقه قافله عمق الملعب بشكل كويس جدا، كان لازم تشتغل من بره، والجون فعلا جه من بره، اشرف عدى حطها لتحت، وهو ده اللي احنا كنا شغالين عليه. ساعات كتير جدا كنا بنشتغل من العمق، وهو ده ما كانش مطلوب في اللعب، لكن النهارده اللعيبه زي ما بقول لك بنشكرها، ادوا فتره مميزه جدا، حتى مجموعه اللعيبه اللي نزلت ادت بشكل كويس جدا. مهم جدا ساعات وانت عندك مشاكل او وانت عندك فترات صعبه اثناء المباراه ان انت تكسب وتجيب ثلاث نقط، وده المهم. فبنقول لكل جماهير نادي الزمالك الف الف مبروك، وكل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم ان شاء الله. كابتن، تصدر الدوري بفارق 8 بونت وبعد 10 ايام في مباراه ام بي، ده اكيد فوز مهم جدا في التوقيت ده. طبعا تصدر الدوري مهم جدا عشان المنافس بيشتغل ورا منك، وهو عنده عدد من المباريات المؤجله، وده مطلوب جدا هو يلعب، ولما يشتغل هيكون بيشتغل اكيد، مفيش ضغط. طب ضغط المكسب والتعادل والخساره، ودوت احنا شغالين عليه بشكل كويس جدا. ان شاء الله نتمنى ان احنا من المباراه الاخرى نسعد جماهيرنا، ومش عايزين، ما بنطلبش غير حقنا، واحنا الحمد لله بنشتغل وبنعرف ناخد حقنا بشكل كويس جدا. النهارده حتى في كوره يمكن لعمر السعيد، لو ما اعرفش الخبير التحكيمي اللي عندنا في قناه نادي الزمالك او حتى الخبراء التحكيمين او الخبير التحكيمي اللي هيكون في القنوات الثانيه هيقولوا اي عليها، لكن لو تراجعت مره واثنين، لكن احنا نحترم كل الـ القرارات اللي بتتم اثناء الملعب. كلنا بشر وكلنا عندنا اخطاء، لكن احنا بناخد حقنا ان شاء الله، ما نديش فرصه لحد ان شاء الله ان احنا نطلب حاجه مش بتاعتنا، وده اللي احنا بندور عليه الفتره الجايه ان شاء الله. اسامه، البرنامج الفتره الجايه في العيد، برنامج التدريب هيبقى ازاي؟ الاجازات، التدريبات، طمنا كده عشان نعرف كده. ثلاث ايام اجازه اثناء ثلاث ايام العيد اجازه، وبعدين هنرجع مره ثانيه يوم 5 ان شاء الله نواصل شغلنا لمباراه ام بي، ومن ثم مباراه طلائع الجيش يوم 17 ان شاء الله. نتمنى ان احنا نكون عند حسن الظن في الفتره اللي جايه باذن الله ان شاء الله. شكرا ليك يا سيادة. كابتن طارق، ده كان لقائنا مع كابتن اسامه بني، لو حابب تسال سؤال اتفضل. بشكرك محمد ساهر على هذه المقابلة الجميلة، وطبعا وضح الكابتن أسامة كل شيء، وطمنوا ان احنا جبنا اللقطة وعارفين انها ضرب الجزاء، وحناقش فيها الكابتن ياسر عبد الرؤوف بعد الفقرة الفنية، واكيد طبعا مش هنسيبها، يعني استحالة هنسيب حاجة زي كده يعني، بس هي هتيجي، بس هي ضرب الجزاء يعني. وكل الكباتن اللي في الاستوديو لا اكدوا هذا الكلام، لو بتاعت امبارح دي اتحسبت يبقى دي لازم تتحسب. ده انا قلت لياسر قلت له لا يبقى دي بقى خلاص بقى صحيح طبعا.
بشكرك شكرا جزيلا زميلي محمد ساهر على هذه المقابلة القيمة من كابتن أسامة نبيه. كابتن أحمد أبو حليم، يمكن كابتن أسامة أشار إلى معظم الكلام اللي أنت قلتوه قبل المباراة وحتى بعد المباراة، أن هناك تكتل، ده اللي أخر الهدف، برضو الضغوط على اللعيبة كثيرة، ضغط الماتشات، بيتكلم على ضغط الماتشات مهم جدا. ايوه بس انت قلت لي يومين ولعبنا مباراه. اه طبعا، بس انت بس انت في عندك روح المكسب موجوده جواك، عندك روح المكسب موجوده جواك، دي خليتك تلعب لغايه لما احنا الوقت انتهى قدامنا، الوقت خلاص الدقيقه 90 والراجل بيرفع الوقت الضايع. ده في 91 يا كابتن، ومع ذلك ايوه، ما انا بقول لك يعني المباراه كانت 90 دقيقه انتهت، ومع ذلك في الوقت الضايع انت بيبقى عندك الامل ده، وده شيء بقول لك ايجابي جدا جدا جدا. وبعدين انت النهارده فريق الداخليه الحقيقه يعني على هجمه مرتده، اللاعب اللي هو اوفا، انا وانا قاعد انا واسماعيل وحماده لما طلع اوفا من الملعب انا استريحت. يعني التغييره بتاعت اوفا دي فرقت معايا. وجهه نظرك انها كانت طبعا يعني ما كانش انه لعيب متعب جدا جدا لدفاع الزمالك، كان متعب جدا لدفاع الزمالك، فالنهارده خروجه ريح فريق نادي الزمالك. انا بقول طبعا ليه، لان برضو شوف كره القدم ساعات انت بيبقى عندك لعيب فايق ممكن يفرق مع تيم. يعني هو الراجل النهارده كان الخطه كلها ان احنا نقطع الكره ونلعبها ناحيه اوفا، الولد كان كويس قوي ربنا وفقه، طبعا يمكن من المرات القليله اللي شفته بس حاجه لفت النظر وحاجه كويسه قوي. طارق، المكسب تعود صح، المكسب تعود. نادي الزمالك كسب النهارده عشان الفتره اللي احنا عايشين، وانا قلت لك الكلام ده قبل المباراه، قلت لك احنا عايشين فتره فوز، واللعيبه والجهاز الفني والجمهور فعندهم الامل ده، الامل ده اللعيبه حققته وبتلعب دايما، لان برضو الماتش يعني مش بقى 90 دقيقه بقى 110 و120، يعني لازم تلعب، فعندك دايما متجدد الامل عندك وموجود. ده الروح دي لما بتتخلق في فرقه اطمن عليها. يعني انا بكلمك كلام طبعا احنا شايفينه من خلال الاداء بتاع نادي الزمالك، اللعيبه اولا السرعه زادت جدا في ال10 دقايق الاخرانيين يا اسماعيل، وبعد الهدف يا كابتن احمد تركيز زاد وسرعه زاد. يعني انت شفت شيكابالا وزيزو بيجروا ازاي بعد ما يعني انا كنت لسه هتكلم في الهدف الثاني والدروس المستفاده من الهدف الثاني مع الكابتن حماده في ايه، فان الكوره اتلعبت طوليه، وزي ما قال الكابتن احمد حنين شفت زيزو وشيكابالا في ثانيه كانوا في ال18 الاثنين يكسب استن كامباني اكيد. هي اللعيبه ممكن الشوط الثاني تراجع مستواها شويه، فابتدت تحس لان احنا تعادلنا، لا ما ينفعش ان احنا نتعادل مع فرقه امكانياتها اقل، فابتدى في الروح والاصرار موجوده، لان انت نادي الزمالك من الطبيعي ان انت تكسب فرقه محترمه كويسه بس على قد امكانياتها، انت نادي الزمالك برضه. لكن احنا اللي دخلناهم في الماتش عشان نتكلم بواقعيه في التحليل، دخلناهم في الجيم، يعني الجون الاولاني زي الخطا اللي حصل ده كان المفروض ما يحصلش، المفروض كنت تجيب الجون الثاني وتغطي وتجيب الجون الثالث. فانت حسيت لعيبه الزمالك حست بقى خمس دقايق معقوله يا جماعه اللي احنا هنتعادل، ويعني واحنا بنادي الزمالك وفرقتنا احسن بس، فعشان كده في روح واصرار واستلام المميز للجزيري، وزي ما انا قلت خبرات اللعيبه نادي الزمالك هي اللي كسبت نادي الزمالك الماتش النهارده. يعني الناس بتشوف الفريم الاولاني بس، لكن الثاني والثالث عليه مجلس الاداره بقياده المستشار المفترض، دي حقيقه وكلمه حق انا اقولها له، يعني تحيه تقدير واحترام ليه هو شخصيا وللمجموعه كلها اللي بتشتغل اداريا، لان برضه يا طارق النيات كويسه، خلي بالك ماتش النهارده لو النيات دي بتبتدي من رئيس النادي لغايه اصغر واحد موجود تحت معاك، تمام. الحقيقه المجموعه كلها بتشتغل بحب وباحترام واضح في كل النتائج اللي حصلت بالنسبه لنادي الزمالك، بطولات مش نتائج، دي بطولات، البطولات الكبيره ديت وراها ايه، في ثلاث بطولات وفي فرقه واخده بطولتين، وراها جمهور كبير جدا ورا الفرقه، وراها الجزء الاداري اللي بيوفر كل حاجه، ومفيش تدخل في اي نشاط من الانشطه، خلي صحيح. بالك ودي نقطه مهمه، يعني فرقه الكوره لما مستشار مرتضى ومجلس الاداره قال نجيب فريرة، فريرة كان يجي في التوقيت ده صعب جدا يا كابتن طارق، احنا بقالنا اربع سنين او ثلاث سنين احنا بنحاول ان احنا نجيبه، لكن ان هو يجي في التوقيت ده وان هو مع السكواد اللي موجود ده ومفيش تدعيمات في اي حاجه ويقدر ان هو يتصدر، يبقى ورا القصه دي طبعا جهاز فني على اعلى مستوى بقياده الراجل ورؤيه المجلس الاداره كويس، وفي مشرف محترم موجود امير، وفي مجلس اداره ورئيس نادي هو اللي بيظلل على كل الانشطه دي كلها، فهو الحقيقه
الامور يا رب الحمد لله رب العالمين تمشي كده على طول يا رب. الدنيا ماشيه كويس جدا، النيات كويسه، وواضح في النتائج، النتائج في مباريات كتيره وفي بطولات كتيره إن شاء الله. ممكن ما تاخدهاش يا كابتن لو في صفقات كتيره جايه ان شاء الله، في صفقات ان شاء الله، في صفقات وفي تدعيمات وفي كل حاجه كويسه لجمهورنا مع الاستقرار دايما يا جماعه. نادي الزمالك بي 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 بيتالق، وشفنا الكلام ده في 2014 و15 لما كان في مجلس اداره منتخب برئاسه المستشار المنتضى، وبرده بطولات دخلت النادي، حصل مشكله والمجلس بعد، وقعنا تاني، رجعنا تاني، وقفنا. يعني في دائما ابدا الزمالك مع الاستقرار بيبقى فيه نوع من انواع التركيز الشديد للعيبه والامان، وده مهم جدا للاعب. فاصل ونرجع نواصل برنامج زملكاوي مع نجومنا في الاستوديو. عايز اقول لكم نتائج المباريات الثلاثه اللي اتلعبت النهارده. طبعا الزمالك كسب ايستر كومباني 2-1، المقاولة العرب استطاع الفوز على المصري 2-0 في برج العرب، عبد الله ياسين وفاروق كابور هو اللي جاب الهدف الثاني. ثم الجونه خسر على ملعبه امام بيراميدز 1-2 رمضان صبحي واسامه جلال. دول المباريات اللي اتلعبت النهارده. كابتن احمد يمكن هروح لتصريحات اسامه نبي، وهو عمليه الضغط المباريات والعداله في التحكيم، هو اشار اليها كده، عدى عليها كده، اكيد لازم اسالك فيها لان انت خبره كبيره جدا، ان انت ممكن تتعرض لبعض المواقف غيرك بيتعرض لها، ونفس القرارات المفروض تتاخد بتاخد قرارات مختلفه. بص يا طارق، يعني احنا طبعا في اليومين دول لغط مباراه الزمالك والمصري، الونش دخلت الونش بالظبط، الطرد والفاول وحاجه كده. اه انا كنت بقول حاجه مهمه، يعني انا بالنسبه لي وانا قاعد قلت الونش كان لازم يطرد، فاول والونش يطرد، ممكن يكون في راي حكم غير كده. هي طبعا مش من جوه ال 18، هي من بره ال 18. صحيح. لو الزمالك حتى لو الونش اطرد والزمالك لعب ناقص ما يقدرش يكسب، هو ناقص يقدر طبعا. صح صح. يعني انا والفاول ده لو اتلعب واتشاط ما هو مش ممكن ما يجيش جول، ما هو مش كل حاجه الفاول غير البنالتي. طيب على النقيض ان بيتحسب للفرق المنافسه حاجات بتبقى مؤثره بشكل غير طبيعي. صحيح. وبعدين ببص الاقي اقعد اتفرج على تحليل اللعبه، وامبارح مثلا بتفرج على حكام عندهم مقدره عاليه جدا وكانوا دوليين ومحاضرين بيتكلموا بطرق غريبه جدا، مش راح النهارده، راحت النهارده لعبه نفسها، لا لا اقوى منها امبارح الراجل موطي اقوى منها. انا سمعت حكام بيقولوا ان اللعيب نزل بدماغه على الارض، دي برضو ايه في حاجات كده فنيه. انما الراجل النهارده عمر سعيد بيلعب الكره بدماغه فوق صح، اتشاط دماغه صح، ومع ذلك محدش من حكام الفار قال للحكم تعالى شوف. بص، هي التغييرات طبعا طالما الجزيري طبعا كان تغييره مهمه لانه صنع الهدف. صحيح. طالما اللعيب بينزل وبيصنع فارق بيبقى له تاثير، تغييره مميزه. شيكابالا النهارده برضك مش وحش، يمكن الوقت ما سعفوش قوي لان الدنيا كانت زحمه مميز، وتكمله زيزو وكان وراه شيكابالا والروح اللي موجوده فكسبنا عشان كده. والجون الاولاني برضك اللي جبناه في مساحه اتخلقت، بن شرقي راح تحرك جيد زي ما اسماعيل اتكلم عليها قبل الماتش، اللي قال لك لازم تحرك بدون الكوره من المهاجمين، وده اللي عمله عمر السعيد. فانت الهجمتين اللي عملتهم كويس بقت في عندك خطوره وجبت اهداف. يمكن الجون الثاني كان خطا من المدافع، بس برده كان فيه متابعه كويسه من الجزيري ومتابعه من زيزو وشيكابالا. فجماعه عشان لازم عشان تكسب لازم تهاجم، لازم تجيب جون وتجيب التاني، ما تركنش اللي انت جبت جون وتقول لا خلاص الفرقه دي مش هتهاجمني، لان زي ما دخل فيك جون غلطه كان ممكن الماتش ينتهي 1-1 ونبقى كلنا متضايقين وجمهور الزمالك يبقى متعكنن. فلازم دائما وابدا يا طارق لازم التعلم من اخطائنا، واحنا دايما وانا دايما في الاستوديو التحليلي بقول حتى لو انت كسبان في اخطاء لازم نعالجها، ودايما لازم انت لما تلعب فرقه زي ايستر كومباني الفرقه دي ما تدخلهاش معاك في الجيم بدري تجيب جون اي فرقه وتغطي اي فرقه يعني برضه يعني في فرق يعني تجيب جون وتحاول تغطي الجون وتعمل استحواذ كويس في نص ملعبك. فالنهارده طبعا الف الف مبروك لجمهور نادي الزمالك ومجلس الاداره والمستشار مرتضى وكل الناس وامير المشرف عام على الكوره. ومن هنا انا بقى بالتحيه مني شخصيه لملوك الصالات عندنا صراحه، اليد، السله، الطايره،
بقول لهم الف الف مبروك على البطولات اللي انتوا بتجيبوها والانجازات اللي انتوا عاملينها. فالزمالك السنه دي ان شاء الله هيبقى خير على جمهور نادي الزمالك في كل الالعاب ان شاء الله، واولهم تكون كره القدم. ولازم نبارك لاحمد مرتضى، واحمد من اول احمد كبير جدا طبعًا في العاب الصالات الحقيقه، يعني عامل مجهود غير طبيعي. احمد مرتضى الدينامو بالظبط. وانا بحب الناس اللي تشتغل زي احمد مخلصة. احمد وامير ما بيتكلموش كتير، يعني هم بيشتغلوا وبينجزوا، فانجازاتهم هي اللي بتتحدث عنهم، فربنا يوفقهم صحيح ان شاء الله يعني. صحيح كابتن اسماعيل، يمكن الـ في ملاحظتين على الـ الـ الاحصائيات اللي قدام حضرتك اسالك فيهم بسؤال. يعني انت عندك 64% استحواذ مقابل 36% لايسترن كومباني، عندك 479 تمريره صحيحه للزمالك مقابل 201، ومع ذلك انت كسبت في الدقيقه 91. تفسيرك الاستحواذ؟ احنا فقدناه بعض الشيء في 10 دقائق اللي جه فيها الجول، انما الاستحواذ بالنسبه لنا ما كانش مؤثر قوي. يعني احنا بنستحوذ على كوره، لكن ما فيش بساط او اختراقات. قصدك الامام، كل الخطوره بتاعت نادي الزمالك من الشوط الاولاني للشوط الثاني كانت معظمها على الاطراف، صح؟ على الاطراف، هو نادي الزمالك على الاطراف، الشوتينج كان مقفول، اللعب من العمق في بعض فترات من المباراه، نادي الزمالك حب يخترق من العمق، اشرف بن شرقي، امام عاشور كان بيصطدم بواحد واثنين وثلاثه صحيح في عمق الملعب. اسامه اتكلم في جزئيه برضو ولازم نعذر اللعيبه فيها، ان هو انت كل ثلاث ايام مباراه صح، وهو ما عملش روتيشن كتير، فدي نقطه مهمه. أيوة جدا، برافو عليك. لازم نعذر اللعيبه فيها يا كابتن طارق، لان كل ثلاث ايام مباراه مع الجهد مع الصيام مع رمضان وكده، اكيد ان هم بذلوا اقصى جهد، خصوصا ان هم جايين من مباراه صعبه جدا كان فيها اندفاع بدني كبير جدا مع مباراه المصري المباراه اللي فاتت، صح؟ فان هم نعذرهم ان هم 10 15 دقيقه اللي هو فقدنا التركيز فيها، انما قدر يعود بسرعه، اللعب بقى اسرع، صح. التحرك اسرع، نادي الزمالك بيلعب كره جميله جدا، وكل المباريات اللي جايه هتبقى بنفس قصه ايسترن كامبني، الصعوبه دي. بس المباراه اللي جايه يا كابتن طارق في فوارق في الايام تتيح لنادي الزمالك ان هو يلعب ويبقى مكتمل بدنيا، يعني كل ست ايام مباراه، دي بالنسبه لنادي الزمالك هيعيد الاستشفاء بتاعته كويس جدا، ويبدا الكره اللي هو عايزها نادي الزمالك واللي احنا كلنا عايزينها، لكن نتيجه طبعا ونتائج وجهد وروح عاليه جدا. علشان برضه نرجع نعلق ونخش في دماغ مستر فريرا، نروح نشوف بيقول ايه في المؤتمر الصحفي ونرجع نعلق عليه مع نجومنا في الاستوديو. Jogar quase em espaços de três dias, como aconteceu agora. Esta equipa é uma equipa muito difícil, porque tem um jogo muito atlético, muito direto. Não dá descanso a ninguém pensar. E estavam mais frescos do que nós. Portanto, no período do Ramadão, fazer seis jogos, ganhar cinco e empatar um, é uma performance que eu tenho que cumprimentar os jogadores e cada vez mais pôr as pessoas todas a acreditar, como eu acredito neles. Eu acredito que esta equipa, se continuar a trabalhar como tem feito até agora, vamos cada vez mais ser melhores, e quando assim é, tudo pode acontecer. Primeiro, parabéns pelo jogo de hoje e os três pontos. Estamos a falar agora da pressão do jogo. Por que o professor não implementou a rotação? Ah, vem sempre a mesma conversa. Pá, não me perguntes nada. Não sei o que é. Nessa sua época, para a brincadeira, bordo está a vir o quê? Porquê que eu aquilo? Ganhámos, não ganhámos? Fiz o que tinha a fazer, não é? Amanhã lhe me fui na mesa. Não vale a pena dar uma pergunta, não. Porquê o quê? O que é que achas de lá? Porquê o quê? A rotação. Mas qual a rotação? Any rotation, as the caliber rotation. Por exemplo, a linha de ataque, o Omar começou, apesar de o Jezir ter entrado no jogo anterior. Ele fez um gol, o Said. O Omar Said fez um gol. Omar Said, Não interessa, não é assim que se faz as coisas. Mas se mexer o humor, não é a tua opinião.
O Marcelo fez o gol, teve muito bem, há muito trabalho nas defesas, foi muito mais fácil para o tentar decidir. A equipa tem um processo de jogo que não vai mudar porque vocês perguntem coisas. Desde o princípio, porquê é que não fez assim, porquê é que não fez assado, porquê é que não fez cozinha? Não fez assim, fez a mesma pergunta. Não fiz porque não quis fazer. ما تعملتش عشان بعد التخرج في الشوط الثاني وتاخر الفوز للدقيقه الاخيره نعم طيب اللعيبه سيبها من المهم في الكلام كيف هو الرزون بكيف شو قدر جاي كوارم الرزون ولا ما تسالونتار كيف شامز الجدورز اي برغونتاس بكيف كان الكوارم ممكن نسال اللاعبين اللي تراجعوا الكوارم فوق الصوتوس اوبريغارو الكوار لان في فرقه بتلعب قدامها زامالك ما جاب سوزينو والزمالك ما بيلعبش لوحده زمالك ما جاب سوزينو في انت الفرقه بتطلع بالهجوم تا برده انترفال مودو مودو 3 سنترايز ب 4-3-3 دخلنا مع الفرقه لعب مباشر لقدام على طول ناتورالمنت لعب 4-3-3 في الشوط الثاني ولعب مباشر على طول لقدام فعشان كده الفرقه كانت بترجع ورا على الطويله دي بركي ديبوش ديز امباتاري الجوج باشارو دلوقتي اسالهم بقى هم ليه تراجعوا في الملعب بعد ما اتعدلنا 1-1 نورس بوش ديز ماركاريو جول باشارو بعد ما جابوا جول تراجعوا في الملعب واحنا لعبنا اي سي فوتبول اي سيمبل لو قدام كره القدم كده نو هي كوم فوسيس فين كافور اي سي اي ديفرنت مش زي ما حضرتك شايفها من بره لا في حاجات بتحصل جوه مختلفه يو بيرسيبا فاسي برغونتا او فاهم سؤال ما نو تاني ريسبونس بري يلا بس ما عندوش رد يلا ما تنساش الكوار يلا ما تنساش مش هو اكيد ما طلبش من لعيبته انها تترجع في الملعب ناتورالمنت سي اوتر ايكيب لكن طبيعي لو الفرقه اللي بتلعب قدام سي اوتر ايكيب انه زوبريغا ايسو جت كبرنا على كده لازم يتراجع Primeiro quero dar os parabéns pela vitória, que foi um jogo difícil. Foi claro que mesmo a equipa Eastern Company jogou mesmo a bolas longas desde o início e ao aproveitar o lado do nosso lateral direito. Porquê é que não porquê é que não mudei? Vai dar uma volta, pô. O nosso lateral direito, o que é que teve no lateral direito? Teve mal, foi? Não vai chatear essa coisa, fala outra coisa. O que é que é? Diz lá, porquê o quê? Porquê é que eu não mudei, foi? Foi porquê é que eu não mudei? Tu tens ideia, Vlad, tu tens ideia do que é orientar uma equipa de futebol? Tens ideia? Não estou a ouvir a pergunta ainda. Não, então é o quê? Porquê é que ele não mudou, caralho? O lateral direito, não sei o quê, para lá para o caralho. O Zé Clima ganhou o back right no Laúl? Façam perguntas, façam... Façam perguntas positivas. E aí, tu não respondes. Assim é que vem. Façam perguntas positivas. Também. A razão que eles aproveitaram o lado direito a fazer mais ataques e tiveram a oportunidade de gol e marcar um gol do lado direito. Vantagem dele. Então o que é que eu fazia? Não dava para fazer uma alteração desde qual, o início. Por exemplo? Trocava o lateral por outro? O corrigir é algo... Então, não foi corrigido. Não dava a jogar com dois centrais lá próximo. Mas Canfite não vai está corrigido desde o princípio. Você não, tens que perceber uma coisa. Tens que perceber uma coisa. As outras equipas jogam contra nós. Também sabem o que é que têm que fazer. Da mesma maneira que nós todos jogamos com eles, nós também sabemos o que é que temos que fazer. Por que é que eles não anularam os golos, os nossos golos? Por que é que eles não anularam os nossos golos? E vou-te dizer uma coisa, e o gol deles... E o gol deles nasce daquele lado por uma bola de ressalto. Mais alguma pergunta? Só vou-me embora. Mais uma pergunta. اهلا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين وبنستكمل حديثنا الممتع مع نجومنا كابتن احمد عبد الحليم كابتن حامد العطيف كابتن اسماعيل يوسف. يمكن المؤتمر الصحفي الراجل قال حاجات كثيره جدا حاجات انتوا قلتوها ضغط الماتشات بيتكلم عنها بيقول لك ان هم كانوا بيجهدونا في الكرات الطوليه مجرد ان هم بيلعبوها الطوليه دي كانت بتمثل لنا مجهود كبير على ال بيتكلم على 5 مكسب وتعادل دي نتائج كويسه وان شاء الله النتائج تتحسن احسن من كده كمان بيتكلم على ثقته في اللعيبه بشكل كبير جدا ان هو بيثق في لعيبته الحاجات دي كلها يا كابتن احمد من شانها انها برضو يعني تدي ثقه للعيبه ان الراجل مقتنع بيهم وبيحبهم وبيحبوه اكيد هو تقريبا يعني هو بيتكلم في نفس الكلام اللي احنا اتكلمناه او بنقوله من خلال اللي احنا بنشوفه منه ما انا قلت ايه يا طارق ده راجل احنا جايبينه خبير
حتى على مستوى المؤتمر الصحفي الصحفيين اللي بيسألوا لازم يسألوا أسئلة ما تبقاش استفزازية للراجل المدرب عشان نستفيد منه. ما لعبتش فلان ليه؟ غيرت فلان ليه؟ يعني في الماتش يعني ايوه فانا جايبه برضو عشان استفيد منه حتى في المؤتمر الصحفي لازم انا جايبه أقعده يبقى لازم برضو النقاش يبقى حاجة نستفيد منها مش ننرفزه لان انا شفت وشه متنرفز والراجل بتاع الاهلي برضو امبارح اتنرفز عليهم. ما انا بقول لك هو في اخطاء ممكن بتاع الاهلي لما يبقى طالع من الماتش متعادل او يعني او انت مثلا لو كنت النهارده بالظبط انما انت طالع كسبان فانت لما تيجي تسال تستفسر من الراجل عشان تستفيد مش تستفز الراجل. صح. انما كل الكلام اللي بيقوله ده احنا قلناه واحنا كمان برضو بنتعلم من وجوده يعني احنا كمان كمحللين او كناس لينا علاقة بالكرة القدم بنتعلم من وجوده او احنا الكلام بنقوله من خلال تعاملنا معاه مش بتعاملنا زي اسماعيل مثلا لا من المشاهدة لما بنشوفه وبيتصرف ازاي فالراجل ده طبعا اتكلم الكلام الطبيعي كلام معقول كلام ما هو كلام بقى بتاع كرة قدم ان مثلا لما تلعب انا بقول كل يومين مش ثلاث ايام الماتش اللي فات كان من يومين ماتش المصري وماتش كان عصبي جدا وبذلت فيه جهد جامد جدا والنهارده زي ما اسماعيل وحماده قال ما غيرش كتير في التيم. صح. يعني اللعيبه برضو وفي رمضان يعني احنا برضو في رمضان طالعين من رمضان اللعيبه طول اليوم في حاجات برضو بتستنزف من لعيب كره القدم. صح. فطبعا الحمد لله ان احنا كسبنا وكلامه طبعا برضو لازم نتعلم منه. كابتن حماده بص دايما الاجانب يعني بيبقوا ايه خير الكلام مقل ودل يعني مثلا بتساله سؤال بيرد عليك بالاجابه بتاعته في بعض الصحفيين بيسال نفسه الف مبروك كابتن حماده رجل مباراه بالنسبه لك احمد سيد زيزو افضل لاعب في مصر الموسم اللي فات وهذا الموسم فهو رجل مباراه احمد سيد زيزو مستوى زي ما اسماعيل قال مستوى ثابت لعيب بيلعب بعقليه احترافيه لعيب هداف احمد سيد زيزو افضل لاعب في مصر من السنه اللي فاتت نجم الماتش كابتن احمد عبد الحليم يعني انت مثلا واحد قال زيزو اصل انت المره اللي فاتت قلت فريره لا انت ليك راي ثاني لا استنى هو قال فريره ما انا هو انت قلت هو قال فريره هو واحد قال زيزو واحد قال لك اخر استوديو انت قلت معايا فريره حماده قال لك احمد السيد زيزو يعني تاكيد وانت طبعا هقول انت الكابتن القعده لازم لك راي ثاني انا عارف انا قلت لك قبل كده مش عارف يعني عايزهم ايه البلد كلها بتقول زيزو انا هطلع اقول لا طبعا زيزو وانا سعيد جدا بيه لان انا قلت لك قبل كده ان الولد ده في كل مرة بيحاول يثبت وجوده ودي سمات اللعيبة العالمية ربنا يوفقه رب تمام كابتن احمد الحليم بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا والف مبروك كل سنه وانت طيب وعيد سعيد عليك وعلى اهلك وبيتك كابتن حامد العطيف شرفتنا ونورتني وكل سنه وانت طيب وعيد سعيد عليك طيب وعيد سعيد على الشعب المصري وعلى الزملكاويه ومبروك الثلاث نقاط كابتن اسماعيل شرفتنا ونورتنا وكل سنه وانت طيب كل سنه وانت طيب وجمهور مصر كله طيب وكل الزملكاويه طيبين فريده فرحانه قوي اه طبعا اه فريده فرحانه جدا يعني وصلاته وبتاع وفيديو كول ولازم مبروك يا كابتن اسماعيل الله يخليك الله يبارك فيك يا كابتن خلص حياتنا الـ الـ الحلقه او الفقره الفنيه مع خبيرنا التحكيمي كابتن ياسر عبد الرؤوف بعد الفاصل مع الفقره التحكيميه وتحليل جامد من الكابتن ياسر عبد الرؤوف ضيفنا النهارده كابتن ياسر كابتن طارق منورنا ابو كباتن ده نور حضرتك وكل سنه وانت طيب وكل عيد سعيد عليك وعلى اسرتك وعلى بيتك واولادك ربنا يكرم حضرتك عندك احفاد ولا لا 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 لسه ربنا يديك الصحه ربنا يخليك يا كابتن كل سنه طيب والمشاهدين طيبين والامه الاسلاميه والعربيه كلها بخير ويا رب دايما كده تبقى الدنيا كلها اعياد باذن الله يا رب الله. ان شاء الله النهارده عندنا الزمالك وايستر كامباني وعندنا حكام احمد الغندور الحكم الدولي ومعاه سمير جمال دولي برضه هو مساعد معاه واحمد نوفل من الحكام اللي احنا بنعتبرهم او بنعاملهم كحكام دوليين سامح حسين كحكم رابع وطارق مجدي على تقنيه الفيديو ومعاه حماده القلاوي مساعد ليه. يعني اول ملحوظه عندنا كده هنقف عندها بسرعه ان هنلاقي ابو جبل لابس تقريبا نفس لبس الحكام نفس اللون. يعني خلاص لما الحكام ما بتلاقيش الوان تلبسها قريبه تمام فطبيعي ان حارس بيكملوا مفيش تمام. مشكله خاصه ان ممكن ما يحصلش تضارب بالشكل اللي احنا ممكن يبقى فيه اعاقه بالنسبه للحكام. نروح بقى لاول حاله كده عندنا بسرعه وهي كانت في الدقيقه 2 ونشوف حاله تسلل عند سمير جمال ونشوفها من الزاويه الجانبيه عشان نقدر نحكم عليها هل كان قراره سليم ولا كان فيه قرار تاني احسن ممكن ان هو ياخده
ونقف لحظة اللمس هيتم احتسابه، ولكن طبعا هي الحقيقة ما جاتش هدف في الزمالك. سمير جمال ده كابتن؟ لا ده احمد نوفل. اه ده احمد نوفل المساعد رقم 2. تمام. وهو طبق الـ 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 البروتوكول كويس، ويعني ولكن هو مش موفق الحقيقة في الراية بعد انتهاء الهجمة، لان الراجل في موقف سليم. نروح للحالة اللي بعد كده ونقف. بس لا خليها وهي على دماغ عمر السعيد. ارجع فريم، ارجع فريم، ارجع فريم، ارجع فريم، ارجع فريم يا توني. كمان بس بس هنا المهاجم لعب تمام. في اي فرصه عند المدافع انه يلعب الكره؟ لا. طيب هل دخوله بالشكل ده دخول مبرر او منطقي؟ غير منطقي بالمره. لا. طيب هنبدا الكره تخرج من دماغ عمر السعيد. كمل يا كمل بقى كده ونمشي. هنلاقي ان الرجل بدات تعلى والراس بدأت تروح في نفس التوقيت وحصل الالتحام ده. تمام. طبعا اللعبة بالنسبة لنا هي ركلة جزاء، ما فيهاش أي مناقشات ولا أي جدال. السؤال حياك هتسأله لي اللي حياك سألته لي بره الهوا، طب ليه طارق مجدي ما حسبش أو ما قالش للغندور تعالى أنا عندي فيه احتمالية ركلة جزاء؟ هي تركاية صغيرة. بص يا كابتن طارق، اتفضل. في بعض الحكام تمام دايما بيشغل دماغه في منطقيه اللعب او في منطقيه كره القدم. انا فاهم دماغ طارق ايه. طارق كل اللي هو ركز فيه ان الكره خلاص خرجت، وبعدين نبدا بقى نشوف الحركه بتاع دماغ عمر السعيد. هنلاقي ان هي راحت، وفي نفس التوقيت الرجل راحت. تمام. فالاثنين اتقابلوا في نقطه واحده، فبالتالي هو هيقول لك ايه، هو خلاص لعب الكره والحركه بتاع دماغه دي حركه طبيعيه، فبالتالي الالتحام طبيعي. كان ممكن امشي في الاتجاه ده لو المدافع ده بيتنافس برضه بدماغه، يعني القوه متساويه عادي طبيعي. ممكن امشي في الاتجاه ده. اما ان انا بتنافس بقدمي. طب تفسر بيها يا كابتن انه ما حسبش ضربه جزاء. ما انا بقول لحضرتك ما هو ده تفسيري. لا ايه اللي خلاه ما يحسبش ضربه جزاء؟ معناها باينه زي الشمس. ما انا بقول لحضرتك هو اللي سيطر على ذهنه او التفكير بتاعه ان انا دماغي هي اللي راحت للرجل. تمام. ولكن طبعا التنافس بالشكل ده وطلوع الرجل بالشكل ده في الوجه، وفي تعليمات مشدده على الوجه تحديدا وعلى الراس تحديدا، فبالتالي كان يجب على طارق مجدي ان هو يتدخل وان هو يستدعي احمد الغندور ويقول له انا عندي احتماليه ركله جزاء، ويوري له اوضح زاويه بالنسبه له اللي هي دي، وهو يشوف وهو يقرر، وبالتالي هو يقرر. برافو عليك. انا جبت من الاول احمد الغندور وهو بيحاول يميل عشان يوصل للصوره وما قدرش ان هو يوصل للصوره. اوكي. ركله جزاء غير محتسبه للزمالك. معلش يا مجدي هقف لحظه، حضرتك بتتكلم 0-0 بس لازم تعلق على السؤال اللي انا سالته. حضرتك بتتكلم على الحاله بتاعت امبارح. تمام. خلينا ايه نمشي فيها جزء جزء وبسرعه برضو. الجزء الاولاني ان الكوره ما كانتش في مستوى منخفض لدرجه ان نقدر نقول ان اللاعب المهاجم بيشكل خطوره على نفسه، وبالتالي يتحسب عليه ركله حره غير مباشره. ارتفاعها طبيعي جدا، ممكن اشترك فيها بجسمي، ممكن اشترك فيها بدماغي، ممكن اشترك فيها برجليا، على حسب الاسهل لي او الاسرع لي. هو الاسرع لمحمد محمود امبارح ان هو كان يتنافس بدماغه. تمام. وهو ده اللي هو عمله، وعمل الدايفنج عشان يوصل للكوره. في نفس التوقيت المدافع بيحاول ان هو يطلع الكوره وما نجحش. فاحنا عندنا واحد نجح في ان هو يلعب الكوره، وواحد تاني ما نجحش في ان هو يلعب الكوره، وتم الالتحام او تم الاصطدام. فبالتالي المخالفه موجوده. طيب احنا بنتكلم في وجود تقنيه الفار، لما بتتحسب ركله جزاء او في شك في ركله جزاء لازم حكم الفار يراجع. بيراجع على الحاله، ده رقم واحد، زي ما هو حصل امبارح او قبل الحاله. تمام. وبناخد كمان مراحل بناء الهجمه عشان نشوف الفريق اللي هو اللي بيهاجم ده ارتكب مخالفه. صح. قبل وقوع مخالفه ضده ولا لا، او قبل تسجيل هدف لصالحه ولا لا. اللي حصل امبارح ان الحكم الحقيقه ما حسبش حاجه خالص، واللعب استمر لغايه لما الكره خرجت رمي التماس. بعد كده بدا الحكم الفار ان هو يراجع على اللعبه. لما راجع على اللعبه اكتشف ان في مخالفه، وجاب حكم الفار عشان يشوفها. وبعدين اثناء ما هو بيعرض عليه صوره الفار بدا ان هو يوري له حاجه ثانيه. ايه هي؟ احتماليه ان الكوره تكون جت في ايد مهاجم الاهلي قبل ما يلعبها بالعرض والكوره تروح على المرمى. انا عندي احتمالين. الاحتمال الاولاني ان الحكم الفار بيقول له انا عندي احتماليه لمسه يد قبل المخالفه اللي هي تمت، او ان حكم الملعب نفسه حاسس بالتوتر وحاسس بمطالبات لعيبه سيراميكا، وهو شك ان في لمسه يد، فهو اللي طلب منه وده حقه ان هو يعرض له لمسه اليد قدامه عشان يقيمها. طيب هو عرض له لمسه اليد، ما خدتش وقت كتير مع نادر امبارح الحقيقه في المراجعه، ولكن انا تقييمي ليها ان لمسه اليد موجوده ومتعمده
وبالتالي كان يجب ان هو ما يبصش ركله الجزاء، وهو ما حسبش ركله الجزاء وما حسبش قبلها لمسه يد، فكان يستأنف اللعب برميه تماس ده عشان لعبه امبارح يا كابتن طارق. نروح للحاله اللي بعد كده. للاعبين جمهوركم بيخاف عليهم، انتوا برضو خافوا عليهم أكيد. وبالتالي الانذار مستحق. دي تقريبا كان مجمل حالاتنا في المباراه النهارده. اداء يعني بنسبه كبيره كويس. الخطا اللي هو كبير الموجود في المباراه الحمد لله ان هو ما اثرش على النتيجه، والا كنا هنخش في حاله جدليه احنا في غنى عنها في التوقيت الحالي. نتمنى التوفيق الفتره اللي جايه للحكام، ونتمنى ان هم يمشوا بشكل يرضي الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. استاذنك بس كابتن ياسر وانت معانا، هنروح نشوف لقائنا مع امير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الاول لنادي الزمالك. انتهت مباراه الزمالك وايستر كامبري، فوز الزمالك بفوز قاتل بلس 90. احمد سيد زيزو المتخصص ويبتعد عن الصداره الزمالك 41 نقطه، ويعني 8 نقاط عن اقرب منافسي النادي الاهلي. معي الان امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق نادي الزمالك بعد مباراه قويه جدا. الاول بنقول لك كل سنه وانت طيب عيد سعيد يا كابتن امير، ويعني فوز مهم جدا، 3 نقاط مهمين جدا للزمالك في مشوار الحفاظ على اللقب. الحمد لله طبعا فوز مهم وظروف صعبه زي ما انت شايف. يعني انا مش عايز اتكلم على التحكيم، ومش عايز اتكلم على الضغط اللي بيحصل على التحكيم الناحيه الثانيه والكلام اللي بيتقال في المؤتمرات الصحفيه للفرق المنافسه. بس اعتقد ان الضغط اللي بيحصل ده جاب نتيجه، ان احنا شايفين النهارده ضرب الجزاء، انذارات ملهاش اي اساس من الصحه. اتمنى يعني ان ما اعرفش انا دلوقتي مين اللي بيدير الاتحاد الكوره او الرابطه، انا مش عارف. يعني في حاجات بنيجي نسال فيها يقول لنا مع الرابطه، حاجات نسال فيها يقول لنا مع اتحاد الكوره، بس يعني الوضع مش كويس. بغض النظر عن المكسب احنا مش هنقبل بكده. تقصد كره الجزيري اللي هي كانت انفراد، صح؟ كره الجزيري وكره عمر السعيد اللي هي وبغض النظر الكلام امبارح في مؤتمر صحفي لنادي منافس هو بيلعب نادي تاني الزمالك مش طرف فيه، المدير الفني بيتكلم على الزمالك، بيحصل ضغط على الحكام. لو الكلام ده ما بيضرناش احنا يعني هنتغاضى عنه ومش هنرد عليه. تفكر يا كابتن امير ان انت ممكن تستعين بحكام اجانب في مبارياتك القادمه لمباراه الزمالك ولا صعب؟ لا، انا اتمنى ان هم يحققوا المطلب بتاع النادي الاهلي ويجيبوا لهم حكام اجانب، لان واضح ان الحكام المصريين هم يعني مش يعني اتمنى. لا بالعكس، مصلحتنا ان يبقى في حكام اجانب من الناحيه الثانيه. احنا عن نفسنا بنلعب في اي ظروف، احنا متعودين، نادي الزمالك متعود بيلعب في اي ظروف. الدوري هيخلص، مش متحدد هيخلص امتى، هيخلص في شهر 9، هيخلص شهر 10، كود بيتفتح كود بيتقفل. احنا يعني واخدين على الظروف دي واخدين على الاجواء دي، لكن اتمنى يعني احقق لهم الرغبه بتاعتهم. وانا ما كنتش احب ان انا لما نرجع، يعني احنا بقى لنا شهر 2 المجلس منتخب، ما كنتش اتمنى ان احنا نرجع تاني نتكلم على بعض ونشوف النادي كل واحد يخلي باله في نفسه. بس واضح ان يعني واضح ان الناس اللي بتدير المسابقه هي نفسها برضو بتتأثر بالكلام ده. واتمنى اتمنى اتمنى ان يعني يبقى في نقطه نظام بقى، وكل واحد يعمل شغله مظبوط عشان المسابقه دي ما تبوظ، لان هي واضح يعني اللي بيحصل ده هي كده هتبوظ. تصدر المسابقه بفرق 8 بونت عن اقرب منافسين النادي الاهلي، وبعد 10 ايام في مباراه انبي يوم 10/5. الامور كده ماشيه في صالح نادي الزمالك. اعتقد ان الزمالك ماشي بخطوات ثابته الفترات السابقه والفتره اللي جايه. بص، احنا بنعمل اللي علينا، وطبعا اللعيبه بتعمل اللي عليهم، الجهاز الفني بيعمل. احنا ما عندناش حاجه ثابته بنشتغل عليها. يعني احنا يعني هي دي الظروف اللي بكلمك فيها، هي دي الظروف اللي انت العالم كله عندك بره المسابقات بره، كل فاضل فيها 3 و4 ماتشات، واحنا لسه بنخلص الدور الاول. كل دي مشاكل بتتصدر لك من دلوقتي، فعشان كده بقول لك اهم بقى من ان احنا يعني بتكلمني في نتيجه ماتش وبتكلمني في 3 نقط، اهم من ده ان الاجواء المحيطه بالمسابقه اصلا هي تتظبط وتتعدل، علشان في الاخر اللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر، واللي ياخد الدوري نقول له مبروك. لكن اللي بيحصل ده مش ظروف صحيه. الزمالك هياخد راحه كام يوم في العيد يا كابتن امين؟ هياخد 3 ايام. هو الراجل يعني كافئ اللعيبه، اداهم 3 ايام اجازه، وكان مديهم يوم واحد. وطبعا بعد اداء النهارده وبعد
الظروف والضغط اللي هم لعبوا فيه. الراجل قال لهم على 3 ايام وهنشتغل اليوم الرابع، وانا بشكر اللعيبه وبشكر الجهاز على الضغط وعلى الظروف اللي هم بيلعبوا. يعني هم بيلعبوش منافس بس، هو بيلعبوا اكتر من منافس في نفس المباراه يعني. فبشكر اللعيبه وبشكر طبعا الجمهور اللي جه النهارده، فرق معانا جدا رغم ان عددهم قليل بس فرقوا معانا جدا جدا، وان شاء الله اللي جاي احسن يعني. شكرا امير. شكرا. لقاء مهم جدا وحديث مهم جدا لامير مرتضى منصور مشرف العام على الفريق. بعد المباراه احتفل لاعيبه نادي الزمالك في غرفه خلع الملابس مش بالثلاث نقاط بس، لا احتفلوا كمان باسلام جابر اللي عيد ميلاده النهارده، جابوا تورته كده وغنوا لاسلام جابر عيد ميلاد سعيد يا اسلام. الان بالتاكيد عوده ليك مره اخرى كابتن طارق، وفي لقاءات تانية قادمه ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلي محمد ساهر من ملعب المباراه، وكل سنه وانت طيب اسلام جابر، عيد ميلاد سعيد ان شاء الله باذن الله. وطبعا تصريحات قويه جدا ومثيره جدا للمشرف العام على كره القدم فريق الاول نادي الزمالك. كل واحد من حقه ان هو يدافع عن ناديه ويدافع عن حقوق ناديه. بالتاكيد امير مرتضى منصور من الشخصيات الذكيه جدا، وتصريحاته دائما بتبقى فيها نوع من انواع الذكاء واسقاط كبير جدا على بعض المواقف او بعض الامور اللي بتحدث في الدوري العام على سبيل التحكيم الأمور الأخرى. ولكن دائما وأبدا يبقى أمير مرتضى منصور بالتأكيد أحاديثه وتصريحاته قوية جدا. بالتوفيق ليك يا أمير إن شاء الله، ومبروك ليك مكسب النهاردة. كابتن ياسر عبروب بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. أنا بشكرك كابتن طارق. شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين، مليون مبروك لجماهير نادي الزمالك، مليون مبروك لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالكامل على هذا الفوز الكبير. مليون مبروك للجهاز الفني واللاعبين والإداري والطبي، مليون مبروك لكل ما هو زملكاوي. خلص حلقتنا النهاردة من زملكاوي، بشكركم شكرا جزيلا، خالص تحيات فريق العمل بالكامل، وخالص تحياتي طارق يحيى. عاش الزمالك وعاش حبه في قلوبنا.